أينما قعدتم في قرى محصنة أو وراء الأبواب، فلا مفر من شظايا الحرب في السودان. منزل عائلة حسن في مدينة أم درمان كان خير شاهد ودليل، فلم تسلم أي زاوية من الرصاص الطائش ذاك الذي اخترق جدران البيت ومزق مقتنياته، قاتلا أحد أفرادها على هذا السرير. مرحوم ده أخونا ده مات في سريره، بس اللي احنا جاوا في سريره، وبعد السرير ضربوا واحد خش جوا عوض، لقوا في السرير بتاعة العوضة، في السرير بتاعة العوضة. شبح الموت وخرابه يعبران من كل حي وزقاق، مخلفين بصمة في المكان، فلا بقعة تسلم منهما دون تفريق بين كبير وصغير. القصف أثر علينا بشدة، هناك حروق في جسدي ولم أستطع الوقوف، لكن الله أعانني. إحدى القذائف أصابت الغرفة ودخلت من النافذة ثم دمرت كل شيء. إلى الخرطوم حيث تتسع رقعة المعارك وتقترب من المباني السكنية بعيدا عن إصاباتها المباشرة. يعاني السكان من أزمة في الكهرباء والمياه، إضافة إلى نظرة في الاحتياجات الغذائية الأساسية. نعاني من نقص في الغذاء والكهرباء والمياه، لا توجد لدينا كهرباء منذ 3 أيام، ليس لدينا ماء منذ يوم السبت، لكننا نشرب من الآبار. الوضع هنا في الخرطوم ما زال سيئا. على الرغم من الهدنة بين طرفي الصراع، إلا أن خرقها المستمر لم يوفر فرصة للمدنيين في تأمين احتياجاتهم. ففي الوقت الذي يجلى فيه مدنيون من جنسيات مختلفة، هناك آلاف من السودانيين عالقون بين كماشة البرهان وحميتي.